أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، والتي نسلط فيها الضوء على هبوط الناتج المحلي للاقتصاد اليمني وتآكل الاحتياطي النقدي أسبابه وآثاره. صنفت اليمن في المرتبة الأولى كأسوأ اقتصاد للعام 2015، جاء ذلك في تقرير حديث لصندوق النقد الدولي الذي استعرض أسوأ اقتصاد 10 دول نامية حول العالم. وبحسب تقديرات الصندوق فقد جاءت اليمن في المرتبة الأولى بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 28%. يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر في البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الديون الداخلية على الحكومة المحلية بنحو 9.2% خلال العام الماضي، بفعل تعطل جزء مهم من إيرادات الدولة التي سطى عليها الحوثيون على أغلبها منذ انقلابهم في سبتمبر عام 2014. وبحسب المصادر فقد ارتفع الدين الداخلي لليمن إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2015، فيما يواصل البنك المركزي طرح أذون الخزانة لتغطية العجز في الموازنة وتدبير رواتب الموظفين الحكوميين، الأمر الذي يفاقم الدين الداخلي لليمن بحسب خبراء الاقتصاد. سنناقش في هذه الحلقة أسباب هذا الهبوط والتراجع المخيف وتآكل الاحتياطي النقدي وآثاره على اقتصاد البلد واقتصاد الناس، لكن قبل البدء نتابع هذا التقرير للزميل صقر الصنيدي ومن ثم نبدأ النقاش. كثيرون اعتقدوا أن طول المسافة بينهم وبين مواقع الاشتباكات ستقيهم شر الحرب وتقلباتها، لكن ذلك سريعا ما تلاشى، فقد وصلت الآثار إلى كل مدينة وزارت كل قرية، وأصبح من لم تهددهم القذائف ضحايا للسياسات الاقتصادية المدمرة. اتخذت ميليشيا الحوثية التي سيطرت على العاصمة صنعاء سياسة مالية واقتصادية من شأنها الإضرار بكل فئة المجتمع. أعاقت المعارك التي أشعلتها حركة الاقتصاد البسيط الذي كان قائما على عاتق أموال صغيرة. توقفت عملية الاستيراد كنتيجة أولية لتسرب العملة الصعبة من الأسواق واختفائها وظهور سوق سوداء تبيع كل شيء لمن يستطيع فقط. ازدادت الفئات الأكثر فقرا وتوسع عددها إلى حد لم يكن من السهل حصرها، فقد انضم مئات الآلاف من ذوي الدخل المحدود إلى معدومي الدخل، وأصبح موظفو المؤسسات الحكومية تحت رحمة الحاجة وغدت مؤسساتهم في دائرة الإفلاس. عينت الميليشيا من يوالونها على المؤسسات الإيرادية وحولت ما تبقى من مدخولات إلى خزائنه الخاصة. لوحق المصرفيون وغادر رجال الأعمال والتجار أنشطتهم وموطنهم، وأغلقت الكثير من المصانع تحت طائلة القصف أو نتيجة غياب المواد الأساسية. استقبلت أسواق العاطلين المزيد من الأعداد لمن غدوا بلا عمل، وتوقفت الأنشطة بمختلف أنواعها. كان ذلك شديد الوضوح أمام أعين مراقبي البنك الدولي الذين أعلنوا عن نتيجة مخيبة للآمال لا يقتصر أثرها على الحاضر بل يطال المستقبل ويشل الحاضر، كما وصف تقرير البنك الدولي الذي صنف اليمن كأسوأ بلد في الاقتصاد لعام 2015. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. موضوع حلقتنا نناقشه مع ضيوفنا من الرياض عضو المجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور محمد حلبوب، وكذلك من عدن مدير فرع البنك المركزي الأستاذ خالد زكريا، على أن ينضم إلينا لاحقا من صنعاء الخبير الاقتصادي السيد أحمد شماخ. قبل أو أبدأ مع ضيفي من الرياض الدكتور محمد حلبوب، مساء الخير دكتور. دكتور مساء الخير. دكتور محمد. ألو. أهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. بداية دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك دكتور معنا. يعني لو بدأنا من التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي تحدث بأن اليمن تحتل المرتبة الأولى بين أسوأ الاقتصادات لعشر دول في العالم وانخفض إلى نسبة 28%، كيف تعلق على هذا التصنيف؟ يلا تمام. دكتور هل تسمعني؟ طيب دكتور، يبدو أن هناك مشكلة مع دكتور محمد حلبوب، سيتم يعني التواصل معه مرة أخرى. ننتقل إلى عدن مع السيد زكريا، الأستاذ خالد زكريا. سيد خالد مساء الخير. نعم مساء الخير.
اهلا بك سيد خالد. بدايه لو تحدثنا عن يعني تعليقك على تقرير صندوق النقد الدولي وتصنيف اليمن في المرتبه الاولى بين أسوأ 10 دول في الاقتصاد في العالم. اولا نقول لكم مساء الخير واحييكم تحيه طيبه. اهلا بك دكتور. نقول ان اليمن دوله تعيش حاله حرب. وهذه حاله الحرب افرزت الكثير من الاعمال السلبيه، عمل الهدم وعمليه الانقلاب على الدوله الشرعيه، مما ادى الى تاخر كبير في حركه الاعمال التجاريه. وكذا كثير من الشركات اغلقت بسبب هذا التصرف من الانقلابيين، الامر الذي ادى الى تدهور الحاله الاقتصاديه الى هذا الحد. مؤشراتها تبدا من اشياء كثيره، تبدا من تدهور العمله، وكذلك في تراجع ايرادات الجمارك على مستوى المنافذ البريه والبحريه، وكذلك على مستوى المنافذ الدوليه. كل هذه الجوانب الايراديه تراجعت، توقفت الحياه. هذا ما ادى الى ان احنا نكون افرازات لهذا التقرير من نعم نعم. سيد خالد، اذا تحدثنا يعني عنكم انتم ووضع يعني انت مدير فرع البنك المركزي في محافظة عدن، اذا تحدثنا عن حقيقة الوضع الاقتصادي لديكم كيف؟ حقيقة مؤشرات العمل الاقتصادي في عدن يعني مثل جهاز ضربات القلب، يعني ما بين يعني طلوع وهبوط، ولكن بشكل يعني في حاله من الاستحياء وعوده الحياه، يعني عدم تتعافى بقدر الالم يعني. ولكن حقيقه في هناك جهود من المحافظه، وجود رئيس الجمهوريه ايضا يعني عامل حاله ثبات في عدن كونها عاصمه. الامر الذي يعني يجعل الامور تعيش حاله من الثبات، تعيش حاله من الاستقرار. ولكن طبعا هناك يعني محاولات لخلق بلبله ولكذلك ولكسر هذا الاستقرار. نعم. لكن احنا ما نسعى اليه الان ان احنا ننصرف كل المرتبات، كل الاجور التي هي للمواطنين. نعم. لكن ان نعيد تطبيع الحياه، والى حد كبير بالرغم من الازمه الخانقه، بالرغم من ان المركز الرئيسي لم يعطينا يعني المبالغ المتاحه في عمليه في السيوله المتفق عليها. نعم. لان احنا يعني الى غايه ديسمبر صرفنا جميع مستحقات الجهات الاداريه، على الرغم من انه مستحقات الجهات الاداريه هي في ما قرابه ال 13. نعم. ولكن خزنتنا سيد خالد قبل نعم اسمح لي سيد خالد قبل ان نتحدث عن يعني تغطيتكم لرواتب الموظفين وال يعني يعني المهام التي يقوم بها البنك المركزي لتغطيه ولو على الاقل في المناطق المحرره وفي عدن وجه الخصوص، سنشرك في الحديث معنا عضو المجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور محمد حلبوب من الرياض. دكتور محمد مساء الخير. دكتور محمد هل تسمعني؟ أهلا بك دكتور. نعم نسمعك دكتور، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. كنت قد سألتك قبل أن نفقد بك الاتصال حول تعليقك على أن تصنف اليمن في المرتبة الأولى من حيث أسوأ اقتصاد 10 دول في العالم وانخفاض بنسبة 28%. انقطع من عندكم. تفضل دكتور الآن، هل تسمعني الآن؟ أول شيء انقطع من عندكم. نعم نعم الآن تسمعني. نعم إذا يبدو أن هناك يعني خلل في الاتصال مع الدكتور محمد حلوب عضو المجلس الاقتصادي الأعلى. أتمنى من الشباب أن يعني تعيدوا فيها الاتصال مرة أخرى. أعود إليك سيد خالد مدير فرع البنك المركزي في محافظة عدن. سيد خالد، إذا تحدثنا عن العوامل التي تسهم في تعافي الاقتصاد لديكم في البنك وتحاول أن توفر يعني مناخ استقرار في البنك المركزي على الأقل في محافظة عدن، ما هي هذه العوامل؟ قبل أن أجاوب على سؤالك أريد أن أقول شيء واحد. ما وصلنا إلى هذا المستوى من الـ من الـ من الـ من التقييم البنك الدولي هو نعم. السياسة التي اتخذت من قبل هذه الجماعات. عندما تكون السياسة بداعي الهدم يعني يفقد الاقتصاد، هذا أولا. إجابة على سؤالك، من الاشياء التي ممكن ان نقول ان تكون مؤشرات ايجابيه بالنسبه للاشياء يعني المؤشرات اللي تكون ايجابيه هو الامن.
دائما الامن هو يسمى هو راس المال الغير منظور. نعم. عندما يكون في امن بيكون في هناك كثير من الاستقرارات، من الاستقرار الموجود، بتكون في قدوم كثير من الاعمال التجاريه، لانه اليمن بطبيعتها يعني سواقه الى الحياه. اليمن تاريخيا هي يعني لا تعيش الا على التجاره، لا تعيش الا على حركه الاعمال التجاريه، كذلك ممكن تطوير ميناء عدن، وكذلك الذي هو يعني يكون ايضا مطار عدن يعني يتحول الى هاب ويتحول الى منطقه شحن وتفريغ لمناطق اخرى، وهذا نعم. طبعا من الناحيه الكلفويه هي مناسبه جدا. طبعا هذه الاشياء تساعد كثيرا على رفع كثير من الايرادات، ولكن الجانب الامني، الملف الامني يظل هو الاكثر فعاليه في عمليه توفير هذه الايرادات وتحسينها وتحسين الوضع المالي. الدوله ما فيها اي ايرادات، وفي مشكله كبيره في اقرار الموازنه العامه للدوله حتى. نعم نعم. سيد خالد، اذا ربطنا انعكاسات حاله العبث ولا استقرار التي تمارسها ميليشيا الحوثي في البنك المركزي في صنعاء، كيف تنعكس على بقيه الفروع وعلى يعني وجه الخصوص البنك المركزي في محافظه عدن، الذي يعني الجميع يعولون كثيرا على فرع عدن علّه يكون هو المنطلق لترميم الاقتصاد اليمني، ان يكون هناك يعني فتح دون خزانات، فتح يعني ايرادات تنعش الاقتصاد اليمني الذي بات يتدهور وقد يصل الى الانهيار. نعم فعلا، هو احنا ما زلنا المركز الرئيسي يعني يحاول قدر الامكان، يعني ولو ان المركز الرئيسي لم يصرح حياديا، هذا بكل امانه بالنسبه للبنك المركزي لاسباب كثيره يعني يعرفها الكل، يعني ليس خفيا على احد، ولكن يعني مطلوب احنا نحافظ على العلاقه ما فيما بيننا، يعني نحاول قدر الامكان ان نتعقل. انا محافظ البنك المركزي حقيقه جد الجهود كبير مشكورا، ولكن هناك يعني كثير من الامور يعني اصبحت امر واقع جديد، يعني يسعى الى مساعي الوضع سلبي. يعني البنك المركزي في عدن يعاني كثيرا من نقص السيوله جدا يعني، ولكن هذه يعني خيارات الانقلابيين. نعم. سيد خالد تكرم بالبقاء معنا الان. عاد الينا الدكتور محمد حلبوب. دكتور محمد هل تسمعني الان؟ الو. ايوه دكتور محمد، اهلا بك دكتور محمد، تسمعني بوضوح؟ الو نعم. اهلا بك دكتور. اذا دكتور، اذا تحدثنا عن تعليقكم حول تقرير صندوق النقد الدولي الاخير الذي تحدث بان اليمن تحتل المرتبه الاولى بين أسوأ 10 دول في العالم، يعني وتراجع يعني الناتج المحلي بالنسبه للاقتصاد اليمني 28%. ايوه سامعك دكتور محمد. اذا يبدو ان هناك فعلا مشكله حقيقيه في التواصل مع الدكتور محمد حلبوب. اذا دكتور اعود الى عدن يعني مع السيد خالد زكريا. سيد خالد، اذا تحدثنا عن مساعي حكوميه تقوم بها وتبذلها الرئاسه والحكومه من اجل تحويل بنك المركزي الى محافظه عدن ونقل كل ايرادات الدوله الى هناك، ما امكانيه ان ينتقل وتنتقل كل يعني ايرادات الدوله من صنعاء الى عدن؟ حقيقه شيء رسمي لا يوجد عندي ان هناك يعني مساعي رسميا لا يوجد عندي، ولكن الحكومه موجوده، الحكومه تساعدنا كثيرا، الحكومه الشرعيه موجود بفخامه الرئيس، يعني يعمل شيء كبير من الشباب يتواصل معنا، ولكن هناك مساعي، لكن بالشكل الرسمي لم تصلنا اي شيء بهذا الخصوص. نعم. هل بمقدور سيد خالد بمقدور الحكومه والرئاسه يعني نقل او تحويل او انشاء بنك مركزي بديل عن البنك المركزي الرئيسي في صنعاء؟ اعتقد انها ليس بالشيء الايجابي، يعني ممكن كل شيء يكون موجود، يعني هذا ليس بالشيء الايجابي، طالما هذه بدائل يعني العالم كله قد مر فيها، يعني وممكن يكون ان يكون عدن ولا المركز الرئيسي. ما هي الخطوات التي، لكن هناك اجراءات وخطوات كثيره، يعني الفنيين يفهموها كثيرا. نعم، الخطوات والاجراءات التي يعني لو كانت نية يعني من قبل الحكومة والرئاسة لإنشاء بنك مركزي بديل عن لصنعاء، ما هي الخطوات التي يجب على الحكومة أن تشرع فيها؟ ما هي؟ لا أريد الإجابة عنها الآن.
طيب يعني تتحفظ عن الإجابة سيد خالد. طيب يعني سيد خالد، هل لكم مثلا تنسيقات بينكم وبين يعني صناديق دولية أو بنوك أخرى تتعاملون معها رسميا بعيدا عن السلطة المركزية النقدية في صنعاء؟ لا، ما زلنا. إذن يقتصر دوركم يعني سيد خالد في البنك المركزي على ماذا إذن؟ يعتمدون على المرتبات اللي يقول على الجهاز المصرفي، على الصرافين. ما زلنا دورنا هو دور الاعتيادي، يعني لم ولكن تحملنا أعضاء في فرع عدد كثيرة، تحملنا فرع أبين عندنا، وكذلك تحملنا فرع لحي نتيجة الأضرار الذي ألمت هذه الفروق، ولكن يعني نحن نعمل بطاقة مضاعفة. نعم، يعني بمعنى سيد خالد ان الان كل الرواتب وكل الايرادات التي تصلكم انتم في فرع البنك المركزي في عدن لا زالت تصل من صنعاء، لا توجد اي مصادر اخرى مثلا حتى الدعم الذي يصل الى الحكومه اليمنيه، هل يصل مباشره الى البنك المركزي ام لا؟ لا، لم يصل من صنعاء من بعد الحرب الا قبل في 22/9 5 مليار و700 ويوم 6/12 5 مليار فقط. عدن تمول نفسها بنفسها الان. إذن ايراداتكم من اين يعني تغطون رواتب الموظفين والايرادات التي فرع لحق وتغطي فرع ابين كذلك؟ من اين ايرادات البنك المركزي الان في عدن اذا يعني مثل ما ذكرت توقفت من صنعاء، من اين تصلكم؟ هو احنا اخذنا عده تدابير، اهمها ان احنا يعني سيرنا بعض النقديه الموجوده في الجمارك، عملنا على عمل التسيير، كذلك نتبع الايرادات الكبيره مثل ايرادات النفط ونحول يعني مصروفاتنا على هذه البنوك لامتصاص السيوله من هذه البنوك. كذلك نعمل على تدفق الشيكات الذي هي تكون من الجهات الحكوميه بشكل انسيابي، بحيث انها تكون الشيكات المتدفقه تتساوى مع السيوله المتواجده بشكل يومي. نغلق بعض الاحيان بعض الابواب من الميزانيه ونفتح ابواب، عمليه شاقه جدا. لكن يعني نحن من هذا الكلام من اكتوبر العام الماضي ونحن نمشي في هذا الحد. والى الحد الان الحمد لله يعني. نعم. سيد خالد يعني بخصوص الناس حقهم يعني. نعم، بخصوص يعني يعني قيامكم ب يعني اعمال من اجل استقرار العمله وعدم التلاعب بمراكز الصرف في العمله، كيف يعني تديرون هذه العمليه في الوقت الذي الكثير يعني يحاول ان يعني من يستخدمون الدولار والحوالات ويقوم بها، البعض وصل صرف الدولار الى 250 واكثر، والبعض لا زال يعني في السعر الرسمي الذي مقر من قبل البنك المركزي ومن قبل السلطه، وهو يعني 2.15 امام الدولار الواحد للريال اليمني. نعم. هناك تعليم جاءنا من المركز الرئيسي من محافظه البنك المركزي معمم على المركز الرئيسي في صنعاء وكذلك على كل المحررات، وهو الى حد كبير هذا التعليم يعني في شيء كبير من الغرض، هو ان يتم التعامل بالتحويل اسمه الصرف بالريال، لا يوجد تحويل يعني في حاله الدفع ان يكون بالريال. اما في حاله التحويل يكون في نفس العمله، ان تكون العمله الاجنبيه تتحول من الحسابات فيما بينها ولا يكون في عرض في السوق. هذه احدى الادوات المهمه في تثبيت ادوات تثبيت سعر الصرف يعني. نعم. فيما يخص كيف تسدون احتياج السوق وتوفرون العمله الصعبه لي يعني امام الطلب والعرض والطلب في عدن وفي بقيه المحافظات، كيف تتعاملون مع هذه الاليه ومع هذه العمليه؟ في عدن نحن لا نوفر اي احتياجات في السوق، يعني هو عرض المركز المركزي لا يتدخل في اي نوع من هذه الانواع. نعم. اشكرك جزيل الشكر مدير فرع البنك المركزي في عدن السيد خالد زكريا، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. الان ينضم الينا الصحفي محمد الجماعي وهو مهتم في الشأن الاقتصادي. سيد محمد مساء الخير. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك محمد. بداية، أنت كيف تعلق على أن تكون اليمن في المرتبة الأولى بين أسوأ 10 دول في العالم تراجعا في الاقتصاد كما صنفه صندوق النقد الدولي؟ طبعا يؤسفني أن التصنيف هناك دول فيها اوضاع أسوأ من اوضاعنا مثل سوريا ومثل العراق وبقيه البلدان وليبيا. نعم. هذا يدل على شيء، انما يدل على انه لم تكن هناك بنيه بالمعنى الحقيقي للاقتصاد الكلي للبلد.
وهذا التقرير طبعا ليس بمستقبل يصدر في اوقات السلم، فما بالك في اوقات الحرب. يعني المساله لا تحتاج الى تعليق اكثر من ذلك في نظري. نعم محمد، اذا تحدثنا عن الاجراءات التي يجب على الحكومه ان تشرع فيها علها تنقذ حالة الانهيار التي طالت الاقتصاد اليمني، هل من وجهة نظرك لديها حلول ممكن لو عملت فيها ستحد من هذا التراجع وتحافظ على استقرار الاقتصاد في البلد؟ باعتقادي أن الجهود الحكومية تحتاج إلى وقت كبير جدا، ونحن بحاجة إلى إنعاش من دول الجيران على وجه الخصوص، لأن العملة في حالة يعني على وشك الانهيار الكامل، وكانت قد حدثت لها هزة قوية في الوقت في وقت سابق من هذا من العام الماضي. وفقط ان تقوم مثلا الدول بدعم الاحتياط النقدي، ان تقوم بدعم الرواتب والاجور وغير ذلك حتى تقوم البلد اولا على قدميها. ياتي بعد ذلك دور تشغيل المصافي وكذلك. نعم. تمثل 70% من الاقتصاد اليمني، وامر مؤسف ان يقصف ميناء راس عيسى وهو من احد اهم الموارد الاقتصاديه للبلد. نعم. تحت هذا السبب او ذاك، لانه يعتبر المكان الوحيد الذي يصدر منه البترول. نعم. محمد، يعني بحكم اطلاعك على الجانب الاقتصادي، هل لا زالت هناك يعني ايرادات يعني تتدفق الى الخزينه العامه ويعني تدعم الجانب الاقتصادي، ام توقفت كل الموارد؟ الموارد كلها تذهب الى الخزينه العامه لانه هو يعني يجبي الضرائب والزكوات والواجبات والمجهود الحربي وكذلك فواتير المياه وفواتير الكهرباء، كلها ينادي بها خطباء المساجد في صنعاء وفي كثير من المناطق، وتجمعها جماعة الحوثي. هذا أمر يعني معلوم للجميع. حتى كل الموارد أخي بشير، الموارد الضريبية والجمركية طبعا بالنسبة لهذين الموردين انتهيا تماما بسبب عدم وجود تجارية في هذا الدور. نعم. وحتى الضرائب والجمارك ما تمثل حتى 6% من الإيرادات العامة للدولة. المورد الكبير هو شركة صافرة الوطنية وتصدير البترول. نعم. بقية الموارد تمثل شحة غير عادية في هذا الميدان، لا صياد لا أسماك لا غيرها. نعم. لا ضرائب ولا. نعم محمد، إذا تحدثنا عن الدور المناط الآن لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العربي الذي يقود هذه الحرب في اليمن حتى عودة الشرعية، ما الذي يجب عليه أمام الانهيار للاقتصاد اليمني؟ الحل الأول والأخير إنهاء الميليشيات أولا، لأنه بدون هذا العمل يعتبر ثقب أسفل. ما قصته في سؤالي محمد، أنه يعني هل من المفترض أن يكون لديها مثلا هناك مسار عسكري، ولا بد أن تمشي أيضا في مسار اقتصادي تدعم الاقتصاد على الاقتصاد لا ينهار أكثر؟ أجبت على الكلام الذي يقال من جميع التخصصات الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها. الأمن هو أولا للاقتصاد، ثانيا اعتقد ان بامكانهم ان يفعلوا الكثير. دعم العمله وهو اهم شيء، والاحتياط النقدي، وكذلك يعني الدعم تدفق يعني المشتقات النفطيه الى داخل البلد، والافتاح لكثير من المجالات الاقتصاديه ان تتحرك. والاهم من هذا كله قبل ذلك الاهتمام بالبنى التحتيه التي أصبحت إلى حد كبير مهترئة، وقصفت بعضها من طيران التحالف بسبب تواجد الحوثيين واستخدامهم لها، وكذلك أيضا بسبب سوء استخدام الحوثيين لهذه خاصة المنافذ البحرية والبرية والجوية. أشكرك جزيل الشكر الصحفي محمد الجماعي والمهتم في الجانب الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر، أنت معنا عبر الهاتف من عدن. أيضا الشكر لمدير فرع البنك المركزي السيد خالد زكريا، وكنا نتمنى أن يكون معنا عضو المجلس الأعلى للاقتصاد دكتور محمد حلبوب، وأيضا الأخ أحمد شماخ الخبير الاقتصادي، لكن للأسف لم نتمكن بسبب مشاكل في الاتصال، لم نتمكن من التواصل معهم. شكرا لكم على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات جديدة من زوايا الحدث. إلى ذلكم الحين،
حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.